مرحبا بكم، معاكم خديجة. اليوم حنكمل معاكم هذه مشوارة في غرفة برويجت على شكل رباطات. هذه ما برويجت يجوا على شكل رباطات. بسم الله نبدأ. هذه مشوارات اللي تقدروا تخدموها البنات اللي راكم تعلموا تقدروا تبداوها سهله. انا هنايا درت طريبد، درت كامل بطريبد، ومن بعد رجعت درت عوينات منها، بديت منها درت طريبد ومن بعد درت عوينات، ومن بعد باش بديت الرباطات هكذا حتى وين كملت لهنا. درك نبدا معاكم الطريبد هذا يجي من برا. كدرت معاكم درت تاع الطرابيض يجي من الداخل، هذا طرابيض يجي من برا. هذا طرابيض يجي من برا هكذا، نعقده هنا هكذا، نعقده نديرو هنا هكذا. هادي غردة سهلة، هادي من الأساسيات الشبيكة هكذا، نعقدو من فوق ومن بعد نعاودو فوق ومن تحت نعقدو عليه. حتى وين نكملو، انا بديت كنت بديت من هنا، بديت درت كامل على المشوارة، خليتكم هذه باش نوريلكم كيفاش تخدموها. كي تخدموا المشوارة تاعكم بداو كامل طريب الدور كامل على المشوارة في الاطراف، ومن بعد كي نرجعو نديرو العوينات هكذا. هي الطريقة نفسها تاع الداخل كيف هذا يجي مثبت من برا والآخر يجي من الداخل. إن شاء الله تكونوا تفهموا في اليوم تعلموا هذا. تبي نكمل لنا درك هنا نكملت الحبة التالية تاع الطرابيض غردة التالية. كون عندنا طرابيض الاولاني اللي كنا بديناه من هنا نحكمه في الطرابيض اللي كنا بدينا منه باش يجي متناطقين هكذا. هنا نعقدو مليح، ومن بعد كنتو ما حتخدموا مشوارة كي ديروا الطريب تاعكم تخدموا كامل داير دورو حتى لهنايا، وبهذه هنايا ديروا عوينات تكملوا عوينات تروحوا كامل عوينات حتى وين تلحقون لهنا. انا درك هنا خليت لكم هذه شويه باش تشوفوا، ومن بعد كي نتوما تخدموا ديروا كامل الطريب ومن بعد دورو كامل العوينات. انا حنوريكم هنا هذا خلاط، هذا نقطعوه هنا خلاط هذا، ومن بعد نتوما ما تقطعوهاش خدموا بها عوينات، هذا ما يتقطعش. انا تكناني خادمه هنا ما عندي ما ندير بيه، نتوما هذا من بعد خدموا به العوينات تبعكم دوك. نبداو عوينات
كنو بدو تواكم هنا حتى انت الحقو لهنا هكذا عادي طريبت حكمو بعوينات تفطرو كامل مش عوينات كبار خارجين غير باش ينتحف طريبت زهنا واللي شاد روحه هكذا حتى وين نكملوا للطرف شوفوا البنات هنا نكملت العوينات نتوما هيك خدم عوينات الدور كامل دور حتى وين تلحقوا لهنا ومن بعد هنا ابدا هادو مطنينات ابداهم بهذا الخيط اللي يكون لو كنتو خدمتو به العوينات يبقى لكم هكذا لا متقطعوهاش بدو به عوينات بدو به هذوما الطنينات انا راني كنت خدمت هنايا لازم نقطعه وانتوما متقطعوهاش مفهوم مفهوم البنات هنا نبداو برجيجات تبعنا على شكل ربيطات هذه غرزة معروفة هاي تبان ان شاء الله تكون واضحة هنا باش يجيونا كيف كيف لازم مش تاخذي عينك هي ميدانك وكاين ما يعرفوش مبتدئات ما يعرفوش معليش ديروا هكذا قيط ولا ديروا ان طنطيم هكذا لا ان طنطيم هكذا بما يعواجلكمش ما تهرب لكمش الغرزة ديروا خط تبعوا عليه لازم تجيش متجيش غردة فيها ان طنطيم وحده فيها ان واحد ونط والخاجي على هنا لازم تجيو قيط واحد تجيو كامل كيف كيف ديروا هذا الخط حيث ساعدكم باش ما تهرب لكمش هكذا هنا هكذا ندخلوا هكذا لا. هذا الشكل نحكمو هذه هكذا نعود نملو فوق هذا الخيط هذا الخيط نعود نملو هكذا هذا نعقدو هنا نحكموهم في الوسط نتمنى تكونوا تفهموا ونقرب بكم كمان نخاف الفيديو يجي نشوش هكذا نعاود هكذا يا هكذا حتى لهنا هنا كي تعقدوا عودوا هبطوا لهنا هبطوا لهنا هكذا ومن بعد هنا هادو ما فتحت حكمهم هكنا ثالث هذا هذا نحكم ذكا عقدة هنا ومن بعد واحد اثنين ثلاثة هذا الرابع ناخذه هي شوية واعرة ومن بعد غير تعلموها خلاط نحبطو العوينة من تحت هكذا لازم تطعفوه هذا هنا هكذا هذه غرزة معروفة عندنا ماهيش تاعي ولا أنا خرجتها كنا نديروها في نينا بخم اللي تعلمت نشفع عليهم يديروها في نينا بخم جاير
وردة جزائرية. نعم بدنا نكب خيط واحد اخر نولي لكم. هنركبو منا من التحت. درنا ثلاثة خيوط نحبطو للعوينة. نحبطو هكذا نطلعو للفوق نعاودو نهبطو فوق الخيط. نهبطو فوقه ندخلو في العبينة نعقدو هذوما ثلاثة خيوط نعقدوهم مع بعض مع هذا الخيط الرابع اللي راح نطلعو بيه هكذا. بنت عنا ربيطة نعاودو نهبطو في العبينة نعاودو نطلعو لفوق فوق الخيط نعاودو نهبطو عليه نعقدو عليه الخيط الثاني نعقدو من تحت في العبينة الخيط الثاني هذا الثالث ثلاثة خيوط ندخلو في العبينة من تحت نعقدوهم خلاص تربيط على هكا دوك نديرو هكذا نعقدو هنا هذا الشكل نعاودو نطلعو فوق هذاك الخيط اللي درناه نعاودو نهبطو فوق الخيط ندخلو في العوينة هكذا نعقدو فوق الخيط نحطو من النار ندخلو في العوينة نربطو ربيطة تبعنا هكذا ان شاء الله نكملو المشوار تاعنا. دوكا هنا كي كملنا ندخلو في هنايا هذه الربطة اللي درناها الاولانية كامل كامل نحكموها من الفوق هكذا كانت هذه الغرزة تاع الربيطات اللي يجو من برا نكملو المشوار تاعنا
هنا مانيش حنا نقدروا نديروهم هادو، ما منقدروش نديروهم من الداخل. كي تكون عندنا مشوارة، كي تكون عندنا مشوارة هنايا ندورو كامل عليها من الداخل بالعوينات. كنت وريتكم غرزة العوينات اللي تشدو بها لي نابخو، كنت درتها لكم في البابيون في المشوارة، في البابيون اللي خدمتو معاكم هكذا. انا بديت من وحبطت وعاودت طلعت درت كامل، دوك نكملها معاكم هذه الشبيه هكذا. نديرو عوينات خفاف، نديرهمش كبار. كانت هذه المشبعة تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. هذه هي النهاية تاعها، نتمنى ان شاء الله تخدموها. هذا الموتيف اللي خدمناه تان درت طريبل، ما درت عوينات وما درت كامل وربيطات، ها درت كامل عليه. ان شاء الله تكون عجبتكم هذه المشوارة، ونتمنى ان شاء الله تخدموها.